صالح العم صالح العجيري يعلن أن رمضان يوم الأثنين 6/6/2016، وكل عام وأنتم بخير ومبارك عليكم الشهر. عطني أبو محمد وتقرير رمضان يوم الأثنين. فيما يتعلق ببداية شهر رمضان المبارك هذا العام، سوف لا نكمل شعبان 30 يوما، بعد 29 يوم يهل شهر رمضان المبارك ويكون أوله يوم الاثنين 6/6/2016. نأمل مخلصين أن يكتمل عدة شهر رمضان المبارك 30 يوما، لأننا نقصنا شهر شعبان 29 يوما. وإذا قال العجيري 6/6 يعني 6/6 خلاص. آخر تقرير أعزائي المشاهدين، والله عندي بلاوي.